سليمة. أني سعاد ولية ومعلمة. لاحظنا في السنوات الأخيرة تدني المستوى الدراسي للتلميذ، لذا تلقى جميع الأولياء يلتجؤوا باش يشريوا برشا كتب موازية وجميع أنواع الكتب الموازية، وأيضا يلتجؤوا للدروس الخصوصية التي أثقلت كاهل جميع الأولياء. خممت في فكرة تطبيقية اسمها تطبيقية الولي للدعم والعلاج، يتمكن من خلالها كل ولي بمعرفة النقاط المسندة من طرف معلم التلميذ في جميع المواد، استخراج جميع الأخطاء التي قام بها التلميذ، وبالتالي طريقة تصحيحها بطريقة بيداغوجية صحيحة. إن شاء الله الابليكاسيون هذه في الأخر تكون جراتويت، تخلينا نربحو برشا وقت بالنسبة للي عندهم ارتباطات مهنية، ثانيا تربحنا في النقود، ثالثا ما تخليناش نشريو برشا كتب موازية، تخلينا نستغلو بالقدا الكتاب اللي باش نشريوه في جميع المهارات. ان شاء الله تعجبكم. سليمه.